اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من حر النار، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام واهدهم سبل السلام، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من حر النار، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام واهدهم سبل السلام، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من حر النار، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام واهدهم سبل السلام، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من حر النار، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام واهدهم سبل السلام، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، اللهم اغفر لأهل